قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقبل أن ينفس مع الفعل التزم منو وقاية وليس قد نظم، وليتني فشا وليتي ندرا، ومع لعل كسوكم مخيرا، في الباقيات واضطرارا خففا، مني وعني بعض ما قد سلف، وفي لدني لدني قل وفي قدني وقفني الحذف أيضا قدير. قرأت نعم صحناها صح. قال وقبل أن ينفس مع الفعل تزم منو وقاية، الفعل لا يكسر ويا المتكلم لا تسبقها إلا كسرة، ماذا نعمل لما يتصل نتيب من الوقاية؟ أشبه ما تكون بمحول الكهرباء، وقاية تقل فيها الكسرة، وقيل غير ذلك، وقيل إن ذلك القول أرجح، ولكن قل هذا لأنه أسهل. تقول يكرمني، حد الفعل الميم لم تكسر، ياء المتكلم سبقتها كسرة وضعت على النون، واضح هذا؟ كذلك تقول أكرمني فعلم وكرمني، وقبل نفسي مع فعل المتكلم مع فعل التزمت العرب ونون وقاية، وليس قد نظم. ليس أصلا الفارسي رحمه الله تعالى يرى أن ليس حرف، قال ليس حرف مثل ما لا فرق بينهما، وحجته حجته قال أين مصدرها، ثم خالفت أوزان الأفعال الثلاثية، الفعل الثلاثي فعل 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 ليس، رد عليه قالوا ليس مخفف ليس، بنو تميم إذا قالوا علم يقولون علم، فهي مخفف ليس، واضح؟ ثم لا حجة لك، عندنا ما أكرم زيدا يجمع البصريون على أن أكرم فعل ولا مصدر لها، ودي على أنها فعل اتصال تاء الفاعل وتاء ساكنة بها، تقول لست وتقول ليست، واضح؟ إذن ليس قاسم عفا ليسي كمنية عددت قومي كعديد الطيسي كثيرون جدا، إذ ذهب القوم الكرام ليسي، أظهر؟ إذن اتصلت ياء المتكلم بالفعل ولم تلحقن الوقاية، هذا لا يقاس عليه. وليتني فشاء، إن وأخواتها تشبه الأفعال كما كنا نشرح قبل قليل، ولذلك إذا اتصلت ياء المتكلم تلحقن الوقاية على تفصيل ليت كثير، يا ليتني كنت معهم، يا ليتني كنت ترابا، لم تأتي في القرآن إلا مقرونة بنون الوقاية، وجاءت في غير القرآن، قال كمنيتي جابر إذ قال ليتي أصادفه وأتيه جل مالي، ولعل بعكسها، لعل بعكسها، تقول لعلي، وفي القرآن الكريم لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، واضح؟ ومع ذلك جاءت في الشعر، قال قلت عيراني القادومة لعلني أخط بها قبرا لأبيض ماجدي، وكم مخيرات لعل، لماذا لم تلحقن الوقاية؟ أولا بعض العرب يقول لعن إذا اتصلت بها الوقاية يكثر الثقل لعنني، وبعض العرب يقول لغن رغي، واضح؟ إذا لم تلحقن الوقاية، ثم لعل تشبه الحرف لأن ما بعدها يتعلق بما قبلها، والحرف لا تلحقن الوقاية، لا تقول مررت بني، واضح؟ وما لعل أكس وكن مخيرا في الباقيات، وهي إن وأن وكأن ولكن كما تريد، قال إني عبد الله لم تلحقها، إن لي أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، واضطرار من وعن الأصل في حروف الجر ألا تلحقن الوقاية إذا اتصلت بها المتكلم، ما عدا عن ومن تلحقها، كيف عرفنا؟ من تشديدها، تقول أخذت الكتاب مني وخرجت عني، وسمع في الشعر ضرورة أيها السائل عنهم وعني، لست من قيس ولا قيس مني، بسقوطها أنا قولي وطلع خفاء مني وعني بعض المنقصة، وفي لدن اسم يلازم الإضافة، فإن أضيف الياء المتكلم فالأكثر أن تلحقهن الوقاية، وكقراءة أكثر القراء قد بلغت من لدني عذرا، وربما أسقطت كقراءة ورش رحمه الله تعالى إمامنا ورش يقول قد بلغت من لدني عذرا، وفي لدني لدني قل، وفي قدني وقطني، قدني معناه كافيني اسم فعل أمر معناه كافيني، وقطني مثله، فإن لمحت فيه الفعلية قلت قدني وقطني، وإن لمحت فيه الاسمية تقول قدي وقطي، واجتمع في قول الشاعر قدني من نصير خبيبين قدي، ليس الإمام بالشحيح الملحدي حتى يضع الرحمن فيها قدمه، تقول قطي قطي أو قطني قطني، واضح؟ بقية الأسماء لا تلحقها الوقاية، تقول هذا كتابي ولا تقول كتابني، الحروف لا تلحق على الوقاية، تقول كتاب لي ولا تقول لي ني، الله أعلم.